بعدد الشهداء في قطاع غزة، لا زال العدد في ارتفاع. يعني كان تحديث الصحة بالأمس، يعني بالأمس حوالي 4150 العدد، يعني في آخر 24 ساعة وفقا للداخلية يعني سقط ما يقارب 350 شهيدا في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وبالتأكيد هذا يرفع حصيلة عدد الشهداء إلى أكثر من 4150 شهيدا كما حدثت الوزارة بياناتها أو إحصائياتها بالأمس. القصف لا زال متواصلا في أماكن متفرقة في قطاع غزة، عمارات سكنية يتم استهدافها، أماكن عامة مفتوحة، أسواق، مساجد، مخابز أيضا في السابق تم استهدافها، هناك 5 مخابز تم استهدافها وتوقفت عن العمل، مستشفيات، ارتفع عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل إلى 7 مستشفيات، قبل يومين كانت 4 مستشفيات فقط، الآن 7 مستشفيات، إما لأضرار ناتجة عن القصف أو للقصف للمستشفى نفسه، وحاليا بسبب نفاد الوقود في هذه المرافق الصحية أيضا خرجت عن الخدمة. الوضع يعني الإنساني كارثي في قطاع غزة، الناس يتوقون إلى سماع أي أخبار عن وقف النار، إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن يعني لا زالت الأخبار نوعا ما بعيدة عن توصل لمثل هذه الاتفاقية لوقف إطلاق النار.